إذا تركتني لحالي ورحت، عن جد أنا بقتل حالي. عن جد مصطفى اللي عمره 6 سنين أوعى منك. ما شاء الله صرتي منيحة، وفي ناس كتير حواليك عم يخدموكي، وانت لساتك عم تقليلي لا تتركني وتروح. انت فعلا طفلة دلوعة. طيب بلا الشغل اليوم؟ هلأ وقت الشغل، والمساء كل وقت إليك. السفراء عم يستنوا مولاي السلطان. أنا جاهز. السفراء ناطرين جلالتك، طالبين مقابلتك لحتى يهنوك بالنصر. خليهم يستنوا يا إبراهيم، أنا كتير استنيت نصري على بالكراد، وهلأ حابب استمتع فيه على مهلي. لا سوابا دي سافيفا فيكتوريا أكياراتو وينو بروسونيا بينونولوسيا إفرزن دي لكورتا فيسكاري كيبا فيروماتو دي كالوبريبنتي كما دي كوتوسيوني توريا فيسكاليريا فيريوماتو دي كالوريوتيا. نصركم العظيم عمل ضجة بكل أوروبا، وبهالمناسبة بقدم لكم اتفاقية الضرائب بين الإمبراطورية العثمانية ودولة البندقية كرمز للصداقة بين الدولتين. السفير مفكر حاله عصفور عم يغرد، مو عارفان شو ناطره. طلع كيف رح يصير مثل الأرنب. هلا وطي صوتك باشا، بجوز يسمعوا يلي عم تحكي. مستحيل يفهموا علينا، لا تخاف. دماسكو اي ألساندريا. مولاي السفير توماسو عم يطلب إذنكم بتسيير التجارة بطرابلس الشام والإسكندرية لحتى يصير فيهم ينزلوا حمولة بواخر البندقية بهي المناطق. وقف يا إبراهيم، هذا الكافر لايوش عم يستنى مني خبر، مفكر رح نقدم يلي بده إياه على طبق ذهب. جاهز يا جلال زادة؟ لايوش أيها الملك الكافر، في الوقت الذي سيصل فرماني فيه إليك سيكون العديد من السلاطين قد وقفوا على بابنا وقبلوا الأرض تحت قدمينا، وطلبوا بإصرار شديد أن يكونوا تحت وصايتنا، ولا زلت تجلس فوق عرشك حتى الآن، لأن أخلاقنا هي التي عفت عنك وأنقذتك. فنحن على عادات أجدادنا لا نلاحق الهاربين. كان ينبغي أن تفعل كغيرك وتبعث رسولا إلى قصرنا وإلى ديواننا الذي أصبح ملجأ العالم، وتعلن ولاءك لنا. دولتنا صارت ترعب البعيد قبل القريب، وغرورك يمنعك من رؤية هذه الحقيقة وتتوهم بأنك قادر على مواجهتنا. لذلك فقد قررت دولتنا العظمى نصب خيمة ببودين والاستعداد لمعركة جديدة. طلع بالسفير، مات من خوفه. جاهز يا جلال زادة؟ لايوش أيها الملك الكافر، في الوقت الذي سيصل فرماني فيه إليك سيكون العديد من السلاطين قد وقفوا على بابنا وقبلوا الأرض تحت قدمينا، وطلبوا بإصرار شديد أن يكونوا تحت وصايتنا. تجلس فوق عرشك حتى الآن، لأن أخلاقنا هي التي عفت عنك وأنقذتك. فنحن على عادات أجدادنا لا نلاحق الهاربين. كان ينبغي أن تفعل كغيرك وتبعث رسولا إلى قصرنا وإلى ديواننا الذي أصبح ملجأ العالم، وتعلن ولاءك لنا. دولتنا صارت ترعب قبل القريب، وغرورك يمنعك من رؤية هذه الحقيقة وتتوهم بأنك قادر على مواجهتنا. لذلك فقد قررت دولتنا العظمى نصب خيمة ببودين والاستعداد لمعركة جديدة. طلع بالسفير، مات من خوفه. العصفور تحول لأرنب. السلطان تقصد يحكي قدامه هيك. هلأ السفير رح ينشر الخبر أسرع من البرق.
ورح تشوف قصور أوروبا شو رح يصير فيها. سوف نطهر أراضي العالم من وجودك الوسخ بإذن الله، ولن يمكنك الهروب حتى لو تحولت إلى نملة واختبأت تحت الأرض، لأننا سنقبض عليك. دولتنا هي الأقوى وسنثبت ذلك في ميدان القتال. هذه رسالتي لك، ودولتنا تنتظر جوابك. فكر جيدا بكلامي وأجبني. والسلام. مولاي، يا ريت لو فينا نشوف وشه للايوش، كيف رح ينقلب وقت توصلوا رسالة فخامتكم؟ إذا كان رجالي بيبعتلنا جواب وما بيحاول يطعننا بالظهر. وهلأ بنرجع لطلب البندقية. قلو يا إبراهيم، فيهم ينزلوا الحمولة بالمواني بس، بيدفعوا أتاوي لقبرص 10,000 قطعة ذهبية. وأهلا وسهلا. منين غراسيو؟ أنا من تيفيسيا، بيرلو بنميسيا، بيرزوتي بورتي. أنا مصطفى ابن السلطان سليمان، أنا وبابا رح نقتل العدو كلياتهم. هربوا قبل ما نقتلكم يا كفار. نزلوا نصوح. كوردياليسيا يا سلطانو، كوكاس أكوردو إنوريج إسبيرتي. رجون جوابكو. بتشكركن باسم البندقية على سماحكن لبواخرنا بدخول الموانئ الخاضعة لإلكن، وهي الاتفاقية الجديدة رح ترفع مستوى علاقتنا للأفضل إن شاء الله. السفير الروسي تريتاك كوبان على الباب يا مولاي. Уважаемый султан Сулейман, принц Василий, преслава, поздравительное письмо. Разрешите мне вручить его. باسم الأمير فاسيلي، اسمح لي يا جلالة السلطان الموقر أقدم لكم التهاني بالنصر العظيم. سألوا إذا بده شيء يا إبراهيم، يعني إذا عنده شيء طلب، لأنه اليوم وافقنا على كل طلبات الناس وبالأخص الجيران، لأنه الرسول وصى بسابع جار، ما هيك؟ مولاي، أنا بعرف مشكلة الروس، هنن عم بيعانوا من ملك القرن، التتار ما عم يسمحوا لهم للتجار الروسي يقربوا من المواني. إيه برافو عليهم. إبراهيم، شف لي هذا الروسي شو بده يطلب. سلطان سليمان جبريت. الاتفاقية مع البندقية كانت ممتازة يا مولاي. مولاي، اسمح لي أحكي بشغلة مهمة. بخاف إنه الامتيازات اللي أعطيتوها للبندقية بمواني الشام والإسكندرية تزعج رعايانا هني. باشا، بعمرك شفت حدا راح لحتى يصيد ومحط بسنار وطعم؟ يعني معقول يكون في سمكة يا مولاي؟ وكبيرة كمان، أكبر سمكة بالبحر الأبيض، جزيرة رودوس. بس هدول ألد أعداء المسلمين يا مولاي، عم يقطعوا طرق رعايانا اللي عم يكونوا على طريق الحج. قراصنة رودوس عم يعتدوا على البواخر يلي عم تنطلق من مصر. هلأ البندقية رح تحمينا الطريق بالبحر الأبيض حتى ما تخسر يلي حصلت عليه بهي الاتفاقية. قصر البندقية ولايش عم يستنوا قوم بحملة على بودين، وأنا ناوي تكون حملتي على رودوس بالأول. يعني بالأخير البحر الأبيض راح يخضع كله لسيطرة الدولة العثمانية. بيري باشا، جهز الحملة، بالربيع رح نكون بالبحر الأبيض. بابا بابا مصطفى. هلأ اللي نصح انه انت ما فيك تغلبه لانه هو السلطان بلعبة المضارب. حاشاك يا مولاي، انا ما قصدي. لكان هيك قال. قطعوا راسه فورا. إبراهيم، نادي الجلاد. لا، سامحه هالمرة، بس إلا أنه لازم هو يلعب معي. حبيبي مصطفى، اتركوا لنصوح يكمل شغله، اليوم عنده شغل كتير. اليوم كان في حركة بالديوان. هات قلي لنصوح، بتحب البحر أم البر؟ بحب البحر يا مولاي، وبحب السفر بالبحر كتير،
بس طبعا بالاخير يلي بيحبوا فخامة السلطان نحنا كمان منحبه. لك ان جاهز حالك، رح نسافر سوا في البحر. أبو الأغا، شو الوضع بالحرم ليك؟ مولاي، السلطانة الأم أمن نجهز لهيام جناح كامل ونقلناها عليه، وكمان الحكيمة فحصتها وقالت صحتها كتير منيحة ووضع المولود ممتاز. إيه منيح منيح. مصطفى تعال شوف لوين بدنا. لوين بابا؟ هلأ بتشوف. بابا لو سمحت لا تأخذني على الحرم ليك، ما بدي روح، والله هون أحسن. تعال يا مصطفى تعال. أهلا وسهلا بالسلطان. أنا إجيت اطمن على هيام، قلت بلكي محتاجة شي. كتر خيرك خديجة، أنا تارك هيام أماني عندك. هيا يا مصطفى، هيام خانو. بدنك ورمان، شو أكل كتير اليوم؟ أخوك ببطنة يا مصطفى، بكرة بس يجي رح تلعب معه كتير. بس أنا ما بدي أخ بابا. خديجة خلينا نروح. هيام خانو، سلطانتي بتقلبي، الحمل خلاكي تصيري أجمل بكتير. رودوس مكان مهم يا بيري باشا، يلي بيحصل عليها بيسيطر على البحر الأبيض. إذا سيطرنا عليها الطير ما في طير فوقها بدون إذن منا. ما بعرف ليش المرحوم أبي السلطان سليم ما فكر فيها وليش تركها وراح حارب المماليك. استصغرها يا مولاي وما أعطى أي أهمية لقطاع الطرق اللي هنيك. بتذكر وقتها شو قال لي، كل يلي بيهمني أخذ أفضل أراضي المسلمين، بس فخامتكن على عكسه عاطين أهمية كبيرة لهالجزيرة الصغيرة. كل سلطان له طريقته بالتفكير يا باشا، وهي الجزيرة قيمتها كبيرة بالنسبة لي. شوف يا إبراهيم، هالجزيرة بيعتبروها مقدسة للفاتيكان، لهيك قطاع طرق سان جان بيعيشوا فيها مثل الملوك وأكثر، وكل الملوك بيحاولوا يحموا هالمركز بالبحر الأبيض. ليش؟ لأنهم أعداء للإسلام وبيهاجموا سفن المسلمين وما بيخافوا إلا من شخص واحد، وهو القبطان قورت أغلو المسلم الوحيد الموجود ببيبروس بالبحر المتوسط. قورت أغلو مصلح الدين بيك، حطم سفنهم واستولى على كل بضاعتهم وكل أموالهم بالبحر. مولاي صلون سنتين بيشتغلوا قطاع طرق بالبحر، ما بيعرفوا الحق من الباطل، ولحنا صار لازم نأدبهم. في مسألة تانية كتير مهمة بالنسبة إلي، هدول الحرامية استغلوا سلطان جيم، راحوا تحايلوا عليه، استخدموه ضدنا كرهينة. جد السلطان بيزيد عطاهن آلاف ليرات الذهب، وهلأ أولاد السلطان جيم لساتهم أسرى بجزيرة رودوس، بالإضافة لأسرى السلالة العثمانية، وهالشي بالنسبة لإلي هو من أولويات الحملة على الجزيرة. جهزوا لي لحملة رودوس وضيفوا لي سفن جديدة على الأسطول، وبكرة جلال زادة رح يكتب أول رسالة. وهي التجهيزات لازم تكون سرية. إيه أكيد. صحيح هدول شو كانوا يسموا المراسلات؟ دبلوماسية وأحيانا سياسية. دبلوماسية. لنشوف شو رح يرد على هالرسالة. أنا ما بيهمني الرد، الرسالة حجة، الهدف اللي عم نسعى له هو يلي بيهمني. فخامة السلطان الأم طالبة مقابلتك مولاي. الله يستر، أكيد في شي مهم لحتى طالبة تشوفني.
قال طالبي موتين. إن شاء الله ما يكون في شي ست الكل. يعني من وقت طويل ما قعدت مع ابني ودردشنا شوي، نقلنا هيام خانه مع جناح خاص فيها مشان راحتها. أنا زرتها هنيك والجناح حلو كتير، شو في غير هيك؟ أختك خديجة طلعت قليلة حظ يا ابني، حابة اطمن عليها قبل ما موت. ترملت وهي لسه صبية، وحرام تضل عايشة هيك. أنت حكيتي معها بهذا الموضوع؟ أنا حاولت أحكي معها، خجلت كتير بس كأنه موافقة على الفكرة. بتعرف أختك ما بتحب تحكي كتير، بس أنا بفهم عليها حتى لو ما حكت. تعرفي قديش بحبها لخديجة وبتمنى تكون مبسوطة، بس ماني شايف في حدا بيليق فيها يا ست الكل. يعني بصير تضل عايشة هيك لحالة؟ بكرة بتكبر قبل أوانة، لازم نلاقي لها واحد يناسبها. إن شاء الله بيصير خير. شو صار لك كفي؟ ما بدك تعزف وأنا موجود؟ لا. كأنك شفت عزرائيل. ما راح تموت، لا تخاف. عفوا مولاي، بس شردت شوي. شو كان بدها السلطانة؟ نشغل بالي، إن شاء الله ما في شي مهم. النسوان عندهم كل شي مهم، حتى لو كانت السلطانة ما بتغير شي. حابة تزوجها لخديجة، نقلة حظها مسكينة ترملت وهي لساتها صبية. إن شاء الله مبروك يا مولاي. إذا ما بدك تكمل عزف تعال، خلينا نحكي شوي بالشغل. الحقني. أريد تهنئتك بمنصبك الجديد، وأتمنى لك الحظ والخير لسنين طويلة، وأنا أطمح أن تكون العلاقة بيننا علاقة تماماً مثلما كانت مع أجدادي من قبل. كن ممتناً لصداقتنا. سل تهنئتك لي بأمجادي، فقد فتحت بلغراد التي قالوا أني لا أستطيع فتحها. فهمت مغزى رسالتك سلطان سليمان. أعرف أنك تفي بالنصر الذي حققته في بلغراد، وأعرف أنه لديك نية أكيدة لتحقيق نصر آخر. أما بالنسبة لما قلته عن صداقتنا فهذا من دواعي سروري، ولكنه سيزعج قورت أوغلو. القرصان قورت أوغلو هاجمني عندما كنت بطريقي من فرنسا إلى هنا، وحاول أن يزيلني عن اللجوء، ولكنه طبعا لم يستطع. سرني كثيراً أنك فهمت القصد من رسالتي. بالتأكيد لن أكتفي ببلغراد، أطمح لأكثر من ذلك. فأنا عاهدت نفسي على المضي قدماً بدولتي، ولن أتراجع عن قراري مهما حصل، وكن واثقاً من ذلك. لأنه قلعة رودوس يا مولاي رح تتعبنا أكثر بكتير من قلعة بلغراد. شان هيك رح نجهز أسطول يفتت هاي القلعة ويحولها لتراب، ورح ورجيهم لقراصنة رودوس قوة المدافع العثمانية. الجبل مهما كان كبير وعالي إلا ما تلاقي له طريق لتوصله يا إبراهيم. خلينا نشوف المعلم الأعظم شو رح يقدر يعمل بعد ما نسيطر على القلعة. مولاي شو رأيك إنك ترتاح الليلة؟ اللي مثلي ما بيقدر يرتاح، عندي شغل كتير. فيك تروح إذا كنت تعبان. بس جهزت لك بنت مثل النسمة. أنا رح ضل هون عند الباب، إذا ما عجبتك بس ناديلي لأخدها. ومين هي يا إبراهيم؟ فيك تقول إنها حورية. طيب ماشي، يلا بعدها.
تسمح لي يا جلالة السلطان؟ تفضل يا إبراهيم. وصلني خبر إنه ست هيام عم تولد. ممتاز، الله يقومها بالسلامة. ست الكل، اليوم صار عنا بالقصر صبيتاني ألف مبروك، ولد مثل القمر وصحته. مع إنه ولادته كانت صعبة بس صحته هلأ كتير ممتازة ما شاء الله. سليمان وين كنت؟ ناديت لك وصرخت كتير بس ما سمعتني، كان بدي اياك جنبي. حبيبة قلبي ليكني انا هلأ جنبك. وينو ابني؟ ليش ما بدهم ياني شوفه؟ هنن ليش عم يخبوا عني؟ ست الكل قالت انه صحته منيحة. السلطانة اخذت ابني قبل ما ضمه، معقول انا ما اشوفه لابني؟ جيبوا له الولد لهون. إذا جاهز خليهم يجيبوا. اسمك محمد، أنت اسمك محمد، أنت اسمك محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما خبرتيها لناهي الدوران؟ خبرتها وقالت لي مو جاي. اللهم اجعله بارا وتقيا وثبته في الإسلام تثبيتا. اللهم اجعله من الصالحين. آمين. اللهم احمه وانصره. آمين. اللهم اجعله درعا وسيفا للدولة العثمانية. آمين. أنا مبسوط كتير، مبسوط لأنه الولد منك. لسه رح جيب لك أولاد كتير يا مولاي السلطان، بس بدك توعدني. بشو؟ تحبني وما تتركني أبداً.
لا تروح، ماني حابة تتركنا لحالنا، خليك مع ابننا كمان شوي. طلع الضو ولازم تنامي، بكرة المساء بيجي. نورهان أخيراً إجيتي؟ سميناه محمد، إن شاء الله عقبال عندك يا إبراهيم. ولا مالك حابب إنك تتزوج؟ إن شاء الله يا مولاي، إن شاء الله. حاسك حابب تتزوج ومستحي تحكي إبراهيم؟ معناته صار لازم نزوجك بأسرع وقت ممكن. خلينا نختار لك شي بنت حلوة من بنات الحرم لك. والله عم تخجلني يا مولاي، إمتى فيني أشوف المولود الجديد؟ قريباً رح تشوفه يا إبراهيم. بتمنى أنه يصير محمد الفاتح مثل جده ويوسع الأراضي العثمانية، وبتمنى أنه ينذكر اسمه كسلطان عظيم. ومصطفى رح يكون سلطان عظيم يا مولاي. لو صار عندي 10 أولاد رح تضلك تحب مصطفى وتدعمه، وما منعرف، الله الوحيد اللي بيعرف مين رح يضل عايش. معك حق، الأقدار دائماً بإيد الله سبحانه وتعالى.